لو بتشتغل في التسويق العقاري او عندك موقع عن العقارات، فانت اكيد بتحتاج تضيف وصف للعقارات بتاعتك، سواء على منصات التسويق الخاصة بالعقارات او على السوشيال ميديا او حتى على موقعك الشخصي. النهاردة والاول مرة في الوطن العربي كاتب بتقدم نموذج خاص بوصف العقارات عن طريق الـ AI او الذكاء الاصطناعي. النموذج ده هيساعدك انك تحصل على وصف لأي عقار انت بتسوقه على الانترنت. كل اللي عليك انك بتملى بيانات العقار، وفي اقل من دقيقة بيطلع لك عدد من الاقتراحات اللي تقدر تستخدم اي منها او حتى تدمج ما بينهم عشان تحصل على وصف مطول. بدون استفاضة اكتر من كده، خلينا نجرب مع بعض ونشوف النموذج ده بيشتغل ازاي. على سبيل المثال، اول خطوة بنكتب هنا العنوان الخاص بالوصف بتاعنا. على سبيل المثال هنقول مثلا مكتب إداري للإيجار في الشيخ زايد. بعد كده بنحدد اللغة وعدد الاقتراحات. ممكن طبعا تحدد أي لغة أيا كان الدولة اللي أنت بتسوق فيها العقارات. نظام الوحدة للإيجار المدينة الشيخ زايد، نوع الوحدة مكتب، سعر الوحدة 15,000 جنيه، العملة جنيه مصري، مساحة الوحدة بالمتر 140، مفروش أو لأ، لأ، عدد الغرف 3 غرف، الطابق الثاني، الخدمات بقى المتاحة في العقار ده، مصعد وجراج مغطى وأمن وحراسة وخدمات مكتبية. بعد كده بتدوس اكتب وصف العقار، وفي أقل من 60 ثانية هيطلع لك هنا أكتر من اقتراح زي ما قلنا، تقدر تشوف الأنسب بالنسبة لك. وزي ما انت شايف في اقل من ثواني بقى عندك 3 اقتراحات باجمالي حوالي 260 كلمة، تقدر تستخدم اي منهم في اضافة العقارات بتاعتك على منصات التسويق العقاري زي عقار ماب او اولكس او بروبرتي فايندر او اسكان او اي منصة تانية في اي دولة من الدول اللي انت بتشتغل فيها. كمان تقدر لو الاقتراحات دي غير مناسبة ليك انك تطلب اقتراحات تانية او انك تعدل بعض التفاصيل، وهيطلع لك اقتراحات جديدة تقدر تستخدمها. طبعا ده هيساعدك سواء كان عندك موقع عقاري انك تحسن من ظهور وحداتك العقارية اللي انت بتسوقها في محركات البحث، لانها هتبقى انت الوحيد اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في انشاء وصف للوحدات العقارية اللي انت بتسوقها. كمان هيساعدك في ان انت يجيلك ليدز اكتر، عملاء مهتمين اكتر لما يقروا الوصف بتاع الوحدات بتاعتك سواء على السوشيال ميديا في اعلاناتك او على منصات التسويق العقاري المختلفة زي ما ذكرنا مسبقا. جرب دلوقتي نموذج وصف العقارات وقول لنا تجربتك في التعليقات.